خلينا بشكل عام الاول نتكلم عن هزيمه النادي الاهلي في هذه المباراه. لا في البدايه طبعا نقول الحمد لله للنادي الاهلي، مباراه صعبه، مباراه اجواءها واضح في الملعب، احنا شايفين في التلفزيون الضغط اللي كان على لعيبه النادي الاهلي، الاجهاد اللي كان واضح على لعيبه النادي الاهلي، لكن ده ما يمنعش ان انت الشوط الاولاني اتعاملت مع المباراه بشكل كويس، كان شوط هادي جدا. استحواذ كان بالنسبه لك 52 ل 48 لفيتا كلوب، لما كنت بتستحوذ على الكوره الكلام ده احنا قلناه قبل الماتش يا اسلام، ان استحواذك على الكوره معناه ان انت اللي مسيطر، انت اللي بتلعب. بدانا الشوط الثاني كويس جدا، اول دقيقتين لنا اول فرصه لحارس المرمى تألق فيها بشكل كبير جدا. المباراه اتغيرت بشكل كبير من الدقيقه 70، اتحولت للدفه بشكل كبير لفرقه فيتا. الراجل 29 ده راجل يعني كايسين، ده عمل كل حاجه النهارده في الكوره، هو الريتم وهو الاداء وهو السرعه، طرف الملعب هو اللي قدر يوصل للجون، وانا بشوف ان الهدف وتوقيت الهدف كان صعب جدا في الدقيقه 84، وتكليلا لمجهوده هو كلاعب على المستوى الفردي ليه هو كلاعب، لكن انت بتلعب فرقه محترمه جدا، فرقه منظمه في الملعب، اتعاملوا مع المباراه بشكل كويس جدا. ما استغلناش كنادي اهلي الفرص اللي اتيحت ليك في اول ربع ساعه في الشوط الثاني، كان ليك الشوط الاولاني اشبه للفرص لكن ما قدرتش ان انت تكملها، لكن فرص محققه للتهديف كانت في بدايه الشوط الثاني، تالق كبير لحارس المرمى، وفي نهايه المباراه يعني ده التوفيق وعدم التوفيق يا اسلام، ده التوفيق وعدم التوفيق ان انت تقدر في دقيقه 84 حتى توقيت الهدف، يعني توقيت الهدف كان صعب عليك جدا في الوقت اللي انت بدات تشوف ان الجزء البدني عند اللعيبه بدا خلاص، يعني اللعيبه في اخر المباراه وكمان الجون في اخر المباراه بدل ما انت اللي تجيب جون بعد تغيير ازار وبعد تغيير نزول حسين الشحات، ان انت اللي تستقبل هدف ده صعب الامور عليك بشكل كبير، لكن في الاخر المجموعه بقى فيها تشابك صعب جدا، هتستنى للمباراه الاخيره والمجموعه دي هتحسم في المباراه الاخيره.